السلام عليكم. دلوقتي هنشوف موقع اسمه ريندر فورست، وهنشوف ازاي ممكن نعمل حاجه انيميشن بسرعه جدا. اول حاجه اقول له جو ستارت، وبعد كده انت عايز تعمل لوجو ولا فيديو ولا سايت ولا موك اب. انا عايز اعمل فيديو. هيبدا يديني بعض التمبليت المختلف، تقدر تختار منه اللي انت عايزه. ولكن مثلا دلوقتي عايز اعمل اللوجو بتاعي، فاقول له اديك لوجو وتبدا تعمل لي فيه حركه انيميشن بالشكل ده. طيب اقول له كرييت نيو، وبعد كده تبدا بقى تختار اللوجو تغيره، تبدا تختار الكلام اللي انت عايزه. وليكن مثلا هنا بين عربية، ممكن حتى تكون، وهنا هنكتب بماريبيا بس. بعد ما عملت الموضوع دوت، تقدر تيجي هنا ايديت وتختار الشكل اللي انت عايزه، الستايل والفونت. وبعد كده الميوزك، تبدا تختار الميوزك اللي انت عايزها. وبعد كده بريفيو، تقول له فري بريفيو، فهو يبدا يوريه لك. هاجي اشوف الفيديو، هلاقيه بالشكل دوت. تقدر تحمله تعمله داونلود، تقدر تشوف الفيديو، تقدر تعمله شير على مواقع التواصل الاجتماعي زي ما انت عايز. زي ما انت شايف سهل وبسيط، هو بس بيحط الووتر مارك هنا، تقدر في اي وقت تسحب فلوس وتشيلها. طيب خلينا نشوف فيديو اخر. تمام، حاجة مثلا بالشكل دوت، تبدأ تختارها، كرييت نيو. طبعا عشان تعمل حاجة بالشكل دوت، محتاج ان انت تدخل في الافتر افكت والحاجات دي كلها، بس زي ما انت شايف الموضوع سهل وهو جاهز عنده. وتيجي هنا تقدر تختار الصورة كونفيرم بالشكل دوت. طبعا الافضل ان ما يكونش فيه خلفية بيضاء، يعني لو لقيت صورة مفيهاش خلفية بيضاء تبقى افضل طبعا. تمام، فبيقولك اختار الستايل اللي انت عايزه بالشكل دوت، ضيف الميوزك اللي انت عايزها، وبعد كده بتقول له عايز اعمل بريفيو، فيبدا يجيب لك بالشكل ده. تعالى نشوف النتيجه. تقدر عامل شكل زي ما قلنا، الافضل تكون الصوره مفيهاش خلفيه، هيطلع اللوجو بشكل رائع. تمام، ده بعض الامثله. طيب تعالى نشوف حاجه 3D كسب لنا الفيديو كوت، حاجة ادفانسد شوية. طبعا دي فيها فريمات كتيرة، فكل واحدة من دول هتبدأ تشتغل عليها. طيب كريت نيو، كريت ناو، هتضيف أكتر من لقطة لستارت فيديو، كذا مشهد، كل مشهد فيهم تبدأ تختار الكلام انت عايزه. تمام، ده مثلا اول مشهد، ممكن تختار هتلاقي مشاهد كتيرة، كل واحد فيهم تقدر تختار وتكتب زي ما انت عايز. تمام، وليكن مثلا ده انسيرت. تمام، في كذا مشهد مش لازم ده بس. طيب هنا تبدأ تكتب بقى الكلام انت عايزه. عايز تخلي اليمين شمال زي ما انت عايز المشهد، ممكن حاجة بالشكل دوت، ممكن حاجة بالشكل دوت. تقدر تضيف مشهد اخر، ومشهد حسب بقى الستوري اللي انت عايز تحطها. كل واحد فيهم تقدر تغير التكست اللي انت عايزه. وبعد كده ستايل اهوت، عايز الشكل ده بالشكل دوت، كلر، ظبط الالوان، الميوزك، وبعد كده بريفيو وبريفيو. تلاقي نفسك عملت فيلم انيميشن
من غير بوي خالص. دلوقتي نقدر نشوف المشهد، تظهر حد بيتكلم وفي كلمة هو ظاهر، وبعد كده يطلع المشهد اللي بعده. وبعد كده يظهر المشهد اللي بعده. فتعمل فيلم كرتون قوي وبدون أي جهد خالص. فزي ما انتوا شايفين الموقع قوي وبسيط ومفيش أي برامج بسيطة طبعا. وأتمنى يكون الشرح عجبكم.